بداية تاريخ عظيم جدا مع المنتخب الإيطالي ومع نادي يوفنتوس، نتذكر جيدا كأس العالم 1982 وأدائك الرائع جدا وإيقافك لأسطورة زي مارادونا وأداء كبير وعظيم. ماذا تتذكر أفضل مرحلة وأفضل بطولة وأفضل إنجاز في تاريخك على مستوى البطولات العالمية والمحلية؟ نعم، بالنسبة لهذا فأنا أقول لكم أنني لعبت بشكل جيد. تذكروا غالبا جميع الذكريات وجميع المباريات، وأقول أنها الذكريات أمام أسبانيا. هذه كانت بالنسبة لي ذكريات عظيمة، وأيضا في بعض أمام بعض الفرق الكبرى. حقيقة أقول أن هذا لم يكن أمر سهل إطلاقا، ولكن قدرت أن أفعله. يقال وكثير من التقارير العالمية وقتها كتبت أنك كنت تتعمد أن تكون عنيفا مع دييغو أرماندو مارادونا، هل ده كان فعلا مقصود أم كنت فقط تلعب بقوة؟ في مسيرتي الكروية أقول أنني دائما كنت أضع أمامي شيئا من الاثنين وأقولها دائما، إما الكرة أو اللاعب. يعني بمعنى أن إن لم تمر الكرة فاللاعب لن يمر، فأنا لم أكن أتعمد العنف أبدا. ربما قوتي البدنية وقدرتي على الدفاع كانوا يحسبون أنني أتعمد الانقضاض على المهاجمين أو العرقلة أو هذه الأمور، ولكن كل ما في الأمر أنها كانت مسألة حاسمة بالنسبة لي، إما الكرة أو اللاعب كلاهما لن يمر بالنسبة لي. أظن أنها كانت مسؤولية كبيرة، أمر المدافع لابد أن يأخذ الأمر بحسم شديد. أي مهاجم أو أي لاعب كان دايما مواجهته بالنسبة لك مواجهة صعبة جدا؟ من اللاعب اللي كان ما بتقدرش تواجهه بنسبة كبيرة؟ يعني من اللاعب اللي قدر يتخطاك؟ تذكر كثير من اللاعبين في عام 1982 كان هناك أيضا الكثير من اللاعبين، أتذكر اسما بعينه ولا أستطيع أن أحدد لاعبا بعينه.